بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. تحل علينا نعمته وبركته من الان والى الابد امين. ربنا يسوع المسيح ادانا صوره حلوه للابوه الحقيقيه وللراعي الحقيقي المسؤول عن رعيته، مش مجرد كلام ولا مجرد شعارات، ولا هو منصب او مركز، ولا هو كرامة بيدور عليها، لكنها في البداية والنهاية هي مسؤولية من هذا الراعي عن رعيته. ادى شوية صفات للراعي، تعالوا نبص على بعضها ونشوف نعمل احنا معاها ايه. اول حاجة، كل صفات الراعي احنا بنفرح بيها ونتمتع جدا بيها، لان احنا في رعاية هذا الراعي الصالح اللي يعرف خاصته بأسمائها، عارف كل واحد مننا. مش مجرد اسم، مش مجرد واحد في عدد البشرية، ما انتش واحد قاعد في الكنيسة وخلاص، في تواصل شخصي مع كل واحد فينا. ونذكر جميعا معجزة شفاء المرأة نازفة الدم، لما وقف المسيح وقف الجموع، كان راح يقوم واحدة عيانة وعلى وشك الموت، ابنة ييروس، والناس اتلمت هيصة عايزين يروحوا يشوفوا معجزة. وقف الموكب كله، قال من لمسني؟ فبطرس من غيظه كده يقول له يا رب الجمع يزحمك وتقول من لمسني، اصله في تلامس شخصي حصل مع واحده من بناتي دول، وانا عايز اعلن ده، الله يعرف كل واحد باسم، يعرف احتياجات كل واحد، يعرف وجعه وتعبه ويبعت له التعزيه المناسبه، يعرف ان الامتحان اللي بيعدي فيه ممكن يكون صعب، ويعرف يكون ان الضيقه شديده والتجربه مره، ولكنه لاجل معرفته بده يبعت اللي يطبطب عليه ويحن عليه ويفتح له حضنه ويحتويه ويقبله. يعرف خطوره حرب الشيطان على اولاده الغلابه من البشر، صدقوني مهما كنا بنحاول نبقى مفترين كل واحد فينا قد كده قدام الشيطان، ولان الله يعرف هذا يمنع الشيطان من أذى كثير كنا ممكن نتعرض ليه، لأنه يعرف احتمالنا قد إيه. يمكن معلمنا يعقوب الرسول يقول كل واحد يجرب إذا انجذب وانخدع من شهوته، أنت اللي رحت برجليك، ومع هذا تظل يد الله ممدودة في الضيقة، لأنه جاهز ينشل أولاده من عمق الضيقة ويخرجه لرحب لا حصر فيه زي ما قال أيوب. فالراعي الصالح عارف ولاده، عارف احتياجاتهم، عارف ضعفاتهم، وقابلهم وبيحبهم. ودي الصفة التانية، مش مجرد عارف، لا، عارف وبيحب ولاده. ومحبته مش كلام، محبته مش كلام. لسه من كام يوم بنحتفل بعيد الميلاد، هذا الراعي الصالح لم يخجل أن يتنازل لأن يصير مثل إنسان عشان ينقذ رعيته. بس الحب مش كلامه بس، سهل جدا واحد يقول لواحده كلام رومانسي، تقول له تعالى قابل بابا، يقعد مع بابا، ابوه يطلب شويه حاجات، تقول له لا، طلبات ابوك كتيره قوي، انا مش قد الكلام ده. مش قد ولا مش عايز، ولا مش عايز تتعب. في قصه يعقوب لما كان عايز يتجوز رحيل، ابوها قال له اخدمني 7 سنين ده المهر بتاعه. يقول عدوا كأيام يسيرة في عينيه، لأجل محبته ليها بذل 7 سنين من عمره عشان يفوز بهذه الزوجة. ولما خدعوا لبان وجوزه الكبيرة، قال له ما عندناش حاجة اسمها الصغيرة تتجوز قبل الكبيرة، عايز الصغيرة كمان؟ قال له خد، قال له 7 سنين تاني. وعدت كأيام يسيرة، ربنا بقى محبته كانت أعظم من كده. قال أنا الراعي الصالح، والراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف. يقول أنا أضع نفسي عن خراف، يعني إيه؟ يعني ايه؟ يعني اموت بدلهم، اموت بدلهم. ما هو موت اي بني ادم فينا ما يحلش المشكله، ما انت كده كده واخد حكم. تقول يعني فينا واحد يعرف يقول للتاني انا فداك يا فلان، فداك في ايه؟ تفدي بايه؟ ما انت اصلا مديون. افدي روحك الاول وبعدين دور تفدي غيرك، ما تعرفش، ما تعرفش. لهذا فهذا الراعي الصالح المحب تجسد وتأنس وصار انسانا لكي ما يرفع الإنسان إلى مستوى تاني. ما هم الأول خلقنا على صورته ومثاله،
ولما شلفتنا الصورة دي بالخطية نزل عشان يرجع للصورة دي مجدها وبهائها مرة تانية، ونجح في هذا لأنه راعي بيحب محبة حقيقية. مرة بتكلم مع حد غير مسيحي وبيقول لي ليه الفداء، فبقول له لأجل محبة ربنا لينا عشان ما نموتش. استعمل تعبير أنا آسف احتملوني، فقال ما نولع. لا، ده ما فيش حد فينا بيقول على ابنه كده، ما فيش حد بيقول على ابنه كده ما يولع. لا، بيخاف عليه وبيخاف على أبديته ويصلي له حتى لو كان في عمق العصيان وعمق الخطية وعمق الشر، يفضل يصلي له ويقول له يا رب ما تاخدوش وهو كده، مالك خايف عليه كده ليه، ده بيأذيك ابني ابني. ولو ابني ده مريض وفي جيبي اخر جنيه اتبرع بيه، لو في ايدي اقطع من لحمي وبيع حاجه من لحمي عشان ابني يعيش اعملها. دي المحبه اللي بجد، مش المحبه الانانيه اللي يفتخر بابنه لما يبقى ناجح ولو عمل غلطه يقول له انت مش ابني ولا اعرفك. لا، ربنا مش كده، ربنا مش كده. ربنا اب راعي يعرف اولاده ويحب اولاده. والراعي ايضا، والراعي الصالح ايضا هو يعلم اولاده. هو مش هيسيبهم من غير تعليم. يعلمهم ازاي؟ بالكلام، يقول ويقول كلام رائع، ويقول كلام لما نسمعه نفرح بيه جدا. ويمكن ساعات لما بنحاول نعمله بنفشل، لكن تعالوا نبص على حته ثانيه يعلمنا بيها. يعلمنا بالقدوه والمثل، ما هو كان في وسطينا انسان زينا وعاش زينا عشان يورينا امكانيه الحياه كبشر في القداسه. هتقول ده ربنا وليه امكانيات، ربنا ما كانش بيستخدم لاهوته علشان يريح الناسوت ابدا، عاش بالناسوت صوره كامله وكان بينام ويتالم ويتوجع زينا بالظبط. وفيما هو قد تالم مجربا يقدر ان يعين المجربين. فهذا الراعي بيعلمنا بكلامه وبقدوته، يعلمنا بكل موقف يسمح ان احنا نتحط فيه، سواء كان فرح شديد علشان يشجعنا أو كانت ضيقة علشان يعلمنا نقوى أكتر. دايما بتيجي على بالي، واستحملوني إذا كنت قلتها مرات كتيرة، قصة يوسف الصديق. هذا الشاب الجميل النقي والتقي واللي بيحب أبوه وخاضع ليه، لكنه كان فتى مدلل، وربنا شايف إن الدلع اللي عمله فيه يعقوب أفسده ويخليه ما ينفعش للمهمة اللي ربنا بيجهزه ليها. فخده نشف عظمه شوية، 12-13 سنة كده في مصر ما بين حتة عبودية على حتة سجين، وطلع منها قوي جدا، طلع قوي جدا، نشفه خلاه يصلح لقيادة العالم كله وننجيه من مجاعة. وبحكمة جديدة جدا وصار محبوب عند فرعون ومكرم عنده، وأنقذ شعبه وأنقذ العالم تقريبا كله من المجاعة، لأن ربنا عارف إزاي يعلمه. عشان كده داود يقول له أنت الذي تعلم يدي القتال، حتى لما بيسيبك تنجرح في معركة تاني مرة هتاخد بالك السهم جاي منين، ما تقفش في وشه. ما احنا أصل احنا ساعات كده في بداية حياتنا مع ربنا بتاخدنا العنجهية والحمية بتاعت الشباب، يقول لك أنا أي خطية أقدر أقف قدامها، أنا أقدر أبطل الحاجة الفلانية، وتقف تحاول وتعيط وفي الآخر ما تجيبش حاجة. وأول ما تمد إيدك تقول له يا رب ساعدني، يقول لك أنا الحماية يا حبيبي، أحميك من سهام إبليس، ويعلمك الحرب جاية منين، ما تقفش في وشها. تعرف تهرب من وجه الشهر، وعلمنا كده لما هرب من وجه هيرودس. تعرف إزاي تحتمي بالله، يقول تقول كده اسم الرب برج حصين يركض إليه الصديق ويتمنع. يعلمك ويعرفك، وحتى أخطائك يستغلها لخيرك. داود النبي لما أخطأ خطأ فظيع والناس تقول إزاي ده قديس وتقي ووقع في زنا وقتل، وده ده راجل وحش خالص، أبدا. عرف يتعلم من خطيته، قدم توبة بصلاة بنصليها كل يوم مرات ومرات، وهي صلاة المزمور 50، ارحمني يا الله كعظيم رحمتك، من أروع صلوات التوبة. عرف يتضع أمام الله، ولما ربنا قال له ما تنساش نفسك أنا جبتك من ورا الغنم، قال له أنا أخطيت وما استحقش أن أنا أبني لك بيت، وفضل يحب ربنا حب جديد، وعرف أن الاتضاع سكة الانتصار. ربنا بيعلم ولاده، مش هياخدك يديك معلومة وخلاص خدتها، ما هوش سوفت وير نزلته على الموبايل هتدوس عليه يشتغل. لا، الحياة فيها خبرات،
والناس الكبيرة تعرف، وكل شاب بيتهور ويبتدي في حياته، أول ما ياخد أول مطب يبتدي ينتبه إن الحياة مش ماشية سلسة، ويعرف إن الموج لما بيهيج عليه بيعلمه إزاي يبقى ملاح شاطر، مراكبي شاطر يعرف يعدي المية في وسط الموج وما يغرقش لما يتكل على ربنا. ما دام الله هو الراعي الصالح اللي بيعرف خاصته وبيحبها وبيعلمنا، حطينا احنا كمان في العالم رعاة لكن على قدنا شوي. كل اسقف في ابرشيته، كل كاهن في كنيسته، كل خادم في فصل مدارس احد بتاعه او في خدمته، كل شماس، كل عامل في الكنيسه او عامل بره الكنيسه، كل موظف، كل اب، كل ام، كل اخ، كل اخت، كل زميل، كل ابن، كل ابنة، كل حفيد وكل حفيدة، هو راعي في مكانه. ينفع يعمل ده؟ ينفع يعمل ده. لما تلاقي عيل صغير بيتصل بتيتا وبيقول لها: تيتا اخبارك ايه؟ وحشتيني، عاملة ايه؟ ده بيرعاها من غير ما يحس، بالفطرة بيسأل عليها، وتيتا تقول: ما حدش بيسأل عليها غير الواد ده. طلع الواد ده راعي صالح، اللي بنقول عليه عيل صغير، طلع ده اشطر واحد فينا. الاب اللي يعرف احتياجات ولاده ويسرع لتلبية طلبات ولاده وزوجته، الزوجة اللي عارفة واجباتها في البيت، العامل اللي عارف انه ازاي يخضع لرئاسته وما يبقاش عامل مناكف، يبقى لأ مثالي او محترم، ينبه ويقول وفي النهاية يمشي المركب لانه عايز يعيش في سلام مع الكل. الجار او الصديق، كل انسان بنتعامل معاه احنا في موقع رعاية ربنا بيحطنا فيه ولو لدقائق أو لحظات معينة، دوري ساعتها أني أكون زي هذا الراعي الصالح، أعرف هذا الشخص وأعرف احتياجاته، ما أعودش أقول كلام قدامه يوجعه أو يتعبه، أعرف احتياجه أنه يقرب من ربنا وأقدم له قدوة ومحبة تبان. يمكن باينة هنا قوي في الكاثوليكون لما بيتكلم على النساء اللي اتجوزوا رجال او كانوا متزوجات من رجال ما امنوش في الكنيسه الاولى، يقول يخضعن لرجالهن حتى ان كان البعض لا يطيعون الكلمه يربحون بسيره النساء بدون كلمه، ملاحظين سيرتكن الطاهره بخوف. حتى دي من غير ما تفتح بقها بقت بتقدم هذه القدوه. يا ريت كل واحد فينا يفكر من موقع مسؤوليته عن الاخر وموقع الرعاية اللي شبع بيها من ربنا، ويقول: يا رب علمني أنا كمان في كل مكان أكون راعي صالح. وإوعوا، أرجوكم إوعوا من الكلمة الخطيرة اللي قالها قايين واترفضت من ربنا لما قال له: أحارس أنا لأخي؟ يا حبيبي، حارس ومسؤول ومن يدك أطلب دمه. ربنا يرحمنا كلنا، ما نكونش سبب عثر الحد، ونكون قدوة صالحة، ونكون رعاة صالحين في كل رعاية ربنا أوكلنا عليها. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد، أمين.